اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس. هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. كابتن ناصر ازي حضرتك؟ تحياتي لك كابتن اسلام وازيك، وتحياتي لكل الساده المشاهدين لكره النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن. مره اخرى تشكيل الرسمي والاحتياطي للنادي الاهلي: الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، ايمن اشرف ومحمود متولي، عمرو السوليه واليو ديانج، مجدي أفشا والشحات وجونيور أجاييه ومروان محسن رأس حربة وحيد. احتياطي النادي الأهلي لهذه المباراة: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، وليد سليمان، أليو بادجي، محمود كهربا، جيرالدو ومحمد هاني. أما من خرج من قائمة هذه المباراة: أحمد الشيخ، حسام عاشور، علي لطفي، محمود وحيد. كابتن ناصر، طاقم تحكيم كابتن إبراهيم نور الدين، حكم اثنين حكام مساعدين كابتن احمد حسام وكابتن محمود ابو الرجال، حكم رابع كابتن عمرو الشناوي. رايك في هذا الطاقم؟ طاقم تحكيم بالكامل باستثناء عمرو الشناوي الحكم الرابع، هو حكم درجه اولى، ولكن خلينا نتكلم ابراهيم نور الدين حكم دولي، واحمد حسام المساعد رقم واحد حكم دولي، واحمد ابو الرجال محمود ابو الرجال حكم دولي. قبل كابتن اسلام ما اتكلم على الحكم والاثنين المساعدين، ايوه خلينا نقول تاني دايما وانا بقول الكلام ده مهم جدا: المباراه صعبة فنيا للاعبين والأجهزة الفنية داخل الملعب، وهل هي صعبة للتحكيم ولا لا؟ مفيش شك الناحية الفنية بنسيب ضيوفك الكرام اللي هم بيتكلموا فيها للاعبين والخطط والكلام الجميل ده. أنا شايف بعكس كتير من الناس مباراة سهلة تحكيميا. بقول تاني أهو، هذه مباراة للتحكيم سهلة جدا جدا تحكيميا. وهقول لك يا كابتن إسلام، لأن النادي الأهلي النهاردة زي ما قلنا، لما أنت بتلعب لنادي كبير بيلعب كرة جميلة جدا، بيلعب مفيش التحامات، مفيش عنف، مفيش قوة، الكرة هي اللي بتتحرك، وبالتالي أصعب شيء على الحكم كابتن إسلام في الملعب إن هو يلاقي التحامات، يلاقي ضغط، يلاقي منطقة الجزاء فيها عنف، يلاقي فيها قوة، وبالتالي بتبقى صعبة عليه المباراة. المباراة النهاردة هتاخد طبع إن الكرة هي اللي بتتحرك، اللعيبة هي اللي بتشتغل، هتلاقي في الكونتر أتاك كتير، هتوسع مساحة في الملعب. أعتقد يا كابتن ممكن من الممكن أن نرى التحامات كثيرة، هتلاقي داخل الصندوق، إنما في الصندوق هتلاقي في الملعب كله، هتلاقي الملعب كله مفتوح، في كرة بتتنقل، دي بتريح الحكم كابتن إسلام. لما تلاقي كرة بتتنقل على طول دي بتريح وبتخف الضغط على الحكم، بعكس ماتش النادي الأهلي والهلال اللي كان كل كرة فيها ضرب 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 ضرب. دي مباراة سهلة تحكيمية، بس في مشكلة مهمة جدا. اتفضل يا كابتن. هنا النهاردة بقول إبراهيم نور الدين لا تأمن هذه المباراة، لأن الفرقتين عندهم الإمكانية إن هي ممكن باص أو اتنين كابتن إسلام الكرة تبقى في الصندوق. صح. لو أنت النهاردة في التلت الدفاعي بتحضر كحكم موجود، وحصل إن الكرة اتعملت باص اتنين في التلت الهجومي، لو أنت ما عندكش القدرة والسرعة والتوقع اللي هو بنقول عليه توقع قبل الكرة ما تتلعب وتروح، هتبقى عندك مشكلة في المكان، هتبقى عندك مشكلة في زاوية رؤية، هتبقى عندك مشكلة في التحرك أو إنك أنت تشوف الحالات. عشان كده بيقول لإبراهيم إيه؟ خلي بالك وأنت في التلت الدفاعي وأنت بتتابع اللعب إن متوقع أو إن الكرة تروح في الملعب التاني. هنا بنقول إيه؟ لو حصل الكلام ده كابتن إسلام، عندنا اتنين مساعدين جامدين جدا. أحمد حسام طه، هذه المباراة الثالثة للنادي الأهلي. ولا أروع، هذا الموسم ماشي بشكل ثابت، مستوى ثابت كل مدى وبيعلى في المستوى، نتمنى إن هو يؤدي هذه المباراة بهذا الشكل. نروح محمود ابو رجال، من الحكام بقول العالميين، عنده لعب ثلاث بطولات كابتن اسلام، لعب بطوله كاس عالم للشباب، بطوله كاس عالم الانديه، لعب بطوله افريقيه. احمد محمود ابو رجال لعب ثلاث بطولات في 2018، النهارده عنده المباراه اللي هي تعتبر الثانيه، المباراه الاولى كانت ما بين الاهلي والمقص. لو نفتكر كده ونرجع شويه، القرار اللي الحكم المساعد خده بلغاء ركله الجزاء اللي هي كانت بداع الايد، كان هو محمود ابو الرجال دخل بالقرار على الرغم ان هو كان بعيد. نيجي لابراهيم نور الدين النهارده، بقول لابراهيم النهارده انت مستواك بيبتدي هذا الموسم مستوى كويس جدا جدا، ما عندكش اخطاء، ابتديت تستعيد الثقه اللي هي من فتره كانت مش موجوده. النهارده فرصه انك انت تقدم نفسك من خلال هذه المباراه الكبيره. هذه المباراه بالنسبه ليك ابراهيم لازم انت تقدم اوراق اعتماد جديده، لانك انت ماشي كويس، لاعب تقريبا ست ماتشات في الدوري الممتاز. هذه المباراه لابد انك انت تقدم نفسك لا مجال الاخطاء كابتن اسلام في منطقه الصندوق. مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه ان هو التحركات مهمه جدا جدا، استخدام السرعه المتفجره كابتن اسلام اللي هي ايه؟ اللي هي السرعه من المكان، من المكان، من المكان، سرعه تك تروح، مش ان انا ابتدي اتحرك يعني. اللي هي المتفجره، مش السرعه القصوى. المتفجره ديت انك انت اللي هي بتنطلق من مكانك سبرنت، بتبقى انت موجود عند الحدث. لو انت ما عندكش سرعه النهارده ماتش فيه كوره كتير، في لعب،
في هجمات لابد انك انت تواكب، لان لا مجال للخطا داخل الصندوق. لا مجال للخطا داخل الصندوق. في حاجه مهمه ثانيه يا كابتن، هذا الطاقم الدولي ده عنده قدره على التعاون بشكل كبير جدا جدا جدا. اعتقد لو في حتى هو مش متواجد في المكان، احمد حسام طه عنده القدره ان هو يتعاون بالقرار، عنده الجرأه والشجاعه. نفس الشيء عند ابو الرجال زي ما قلت، تدخل بالقرار في ماتش المقصه والاهلي وساعد يعني امين عمر. المفترض ان احنا نشوف النهارده تعاون جيد ما بين طاقم التحكيم. ليه بقى؟ لان هذا طاقم تحكيم دولي يكلف بمراد في الاتحاد الافريقي، في الاتحاد الدولي، وبالتالي عنده القدره ان هو يؤدي، ولكن حذاري من الاخطاء داخل مناطق الجزاء. تقدير الجيد مهم جدا جدا، لان هذه المباراه تعتبر تقديم اوراق اعتماد الحكام المصريين. مباراه كبيره، نتمنى للجميع ان شاء الله باذن الله ان هو يوفق كابتن ياسر. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله نتقابل بعد نهايه هذه المباراه كابتن ناصر. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن احمد بلال، والنجم الكبير كابتن اسامه حسني، والنجم الكبير لاول مره هيكون معانا في الاستوديو التحليلي النهارده، او معايا انا تحديدا في الاستوديو التحليلي، الاستاذ كريم سعيد. هنتكلم في كره القدم وفي كل شيء وفي كل ما يخص هذه المباراه الهامه جدا، ونعرف طبعا رايهم عن هذه المباراه بعد الفاصل. نجومنا الكبار.